الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وصحابي تضبعت عبد الله ابن زبير طرف من أخباره، والله إذا إن الذين كبروا عند ولادة عبد الله بن الزبير أكثر وأبر من الذين كبروا عند موته. أنت تكبير ستي يا الله أكبر فرحات درتيت اسلهين واي اي تكبير سدي مركي لا دلي عبد الله بن الزبير با كبدنا انت الله اكبر يري يو كفرح سن جيري ديسا وسيد ولي عبد الله بن عمر ابن الخطاب. طبعا صحابي ما انت درسي انه هي كاتبك وحبضنا مهمه او كم حلقات هذا الصحابي وموسى بحن منهج كيسان ما هي إنه تفاصيل وقالوا لكن وحن كو قصبنا دونا إن ير إن الملابسات السياسية التي أدت إلى مقتله أسباب تي سياسية هذه كعدونا دي هالك هكا نعي إيو أسباب تي كانتي إن عبد الله بن الزبير مركز دنبال لديلو إيو قضايا فربضا وصنوب بحن إن قدرنا كو قصبنا هاي محيالي الخليفة التاسع وعي سجح سيدة أي مؤرخين تو أي شيغان عدي دي دي لهيد يجي أطال سيدة أقول لنتي إيه ملابسات كان وحبان كدر دوننا إن شاء الله سبحانه وتعالى. مركيبة عنوانك وكب اللوضي مؤلف كوحا كم وقته وح لويقان كونترفجاليتي با كم وقته وآه إن دفر بضان عبد الله بن الزبير اي لصف ناين ضبنا اي كصف ناين ان لا غفر حي دلا شي دي سي ان ضد فر بدن دي مشي دي سي كفر حي نو من دون يا ضبط كنت لكن ان علس وها مقدمه ذاك فهم دون بلغت ذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر الصديق مشارب مشارف يثرب متعبه مجهده. فقد كان المهاجرون الآخرون يعانون من مشاق السفر وحدها، أما هي فقد كانت تعاني فوق مشاق السفر مشاق الحمل أيضا. واتيل لسوه جرودي واتيل لصوب بحي هو يلي أسماء أو دلي أبو بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنه أسماء والله دلت عائشة رضي الله عنها أسماء واتيل النبي بحي ذات النطاقين واتي خمارك اي ودتي تي لو كلا جهدي او مارتي واتي النبي صلى الله عليه وسلم راشين كسي لو مال لو غيني من اي دحدا كو حرتي واتو النبي بهذات النطاقين دتكي او صو هجرودي. طبعا عدو قياس افر بقول كونتن الى شن بقول كيلومتر وي مانت مكه الى المدينه المنوره كيلومتر كه ماشي نوغو قران iyada facilities kan ay jiraan oo gawaari lagu baxo oo hadda inta trainadan aan bilaaban aanay bilaaban aduu qofka tacabku mar aduu qiyaas waxa dib u laabata marka 1440 sano ka hor dib ugu laabo xaaladdii facility aanay jirin oo maanta waxay dadku haystaan aanay jirin oo la soconayo iyadoo weli baqdinno ay jirto oo lagu daba jiro oo saantaada la soo raacayo iyada sahay kugu filan oo wadada aad ku mar lahayd aadan haysan inta sanado marka isku keen waxa u sii weheliya marka dhaati nitaaqayn asmaana ur bay leedahay. Dhibka muhaajiriinta haystay ee rag iyo dumarba isugu jira waxaa ka daraa kan iyada haystay ba ka daraa. Tayib wama kaadat asmaa tuhutu rihaalaha fi qubaa min dawaahi yathrib xata jaaha almakhaad. waxay soo socotay wasocdaal dheer kadib asmaa bint abi bakar markii ay soo saandhigtay xagga ay qiba oo ah dowladka madiina munawara iyo meelaha sababiska ah markii ay fooshi ba u timid fawalada gulaaman aqama mawliduhu aw mawliduhu madinata rasuul sallallahu alayhi wasallam aqadaha waxa ilaahay u qadaray inay foolatay oo dhashay wiil dalashadiisii madiino dhan bay la gelatay madiino dhan
bay dhalashadii sokicisay oo fariisisay say dhahaan tacbiirka luqada carabiga expression kan daareyti ka dhigmo magaalada oo dhan baa isla kacay yani farxad darteed. Maxaa keenay Cabdullaahi bin Zubayr dhalashadiisa? Ilna waa ilmo yar, horena waa loo dhalan jiray, saxaafa fara badan way dhasheen. Ma inaan maqlin hebel markuu dhashay baa saa loogu farxay, ma inaan maqlin. Laakiin leeyish sabab والسر إن عبد الله بن الزبير إلى سيس أي مدينة لن إلى جريته ذلك أن يهود المدينة كانوا قد أذاعوا بين الناس أن أحبارهم عقدوا للمسلمين المهاجرين سحرا ما هاي اليهود حصل لك مرت يهود مدينة بوحي ران وحي فافيين وملك السبع إلى مرين وحي ران علماء ذودة أي وحي نوشيغان علماء يهود أي وحي شيغان إن مهاجرين تلا سحري الله دعوي وفلو سمي وأن هذا السحر يصيبهم بالعقم سحر كان ويا سحر يجي مركه هو كين الدونة ما دل يسنم إني سندلين لكن إيمان كان إيمان دونة نوص وقحي بيلين أوكي إيمان مكة المكرمة إما الدين يميد سواء كي بدي حبها كم بقينا أنت أيهم بيهانا يعني intoo dhan halkaas ay kulli aanayaan ee geeri waa iman doonta wax damana ma dhali doona taranka dhan baan ka dhisaa jinna way dhahayn fala yuladu lahu ba'da dhalika mawlud hadda wixii ka dambeeya wax u dhalan doona markaa mar annaga sixirna bay meel baan saarnay yuhuudana tabcan sixirkoodu aad buu u daran yahay faalkoodana wuu daran yahay cidday taagaan way taagan tahay cidday sixiraan way sixiran tahay dad sahlan marka maaha tabcan aadna walla ugu kalsoonaa markay sida yiraahdeen kadib lagna sixira ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ka qaaday iyo awaamirtiis yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahad illa bi idhnillah yani cid ay wax ku yeeli karaan ama ay dhibaato gaarsiin karaan mala ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu damac mooyaan marka hebel baa i taagay iyo waan dhaqaaqi waayey waa la ilaystay waa laga dhaxbaxay bi idhnillah hadaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala magan gashid waxaasna uu garab marayaa فما كاد نبأ ولادة الغلام السعيد ينتشر بين الناس مركي خبر كأه إن ويلك كان إلى هاي ومعرتي شرفي مركو ده شيء خبركو مجال لقب صدي حتى دوت أرجاء مدينة الرسول الأعظم بالتهليل والتكبير مدينة ضم بقيت لك عظم الله أكبر لا إله إلا الله وأقبل المسلمون بعضهم على بعض يتباشرون ويهتفون مسلمين تحب الله المركة in marka xabadka la isku qaad qaado la isqof tafqoladeeyo oo la isku dhigdhigo oo ma arita la farxo kadaba yahuud kadaba yahuud noo la sadex mar yahuud been bay sheegeen la muslimiinta nabad ba xoogaa ku taagna nimankaana duca ma arita bacbay ku xireen waxay yiraahdeen maanta kadib inaad dhashaan rajo lagama qabo tii marka waxay keentay dhalashadii cabdullaahi bin zubayr sixirkii yahuuddu buriyey waxsa isugu qofalaanna waa u kala daadiyey فرحدا مركه هكاسي مركه صعته حمل المولود الجديد السعيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره المهير هدا ده شيء والله صوت قاضي نبي الله كان نبي دبتي سو صار ودعا بعجوه فلاكها في فمه الشريف مركه النبي صلى الله عليه وسلم حير تمر هل هي كانت تمر تعجوده مركه ساو على علي صلى الله عليه وسلم افكيس شرفت البطن ثم ادخلها في فم الغلام المحظوظ فاساغها wiilka kan ilaahay uu nasiibka uu siiyey buu afka saa intuu uga geliyey markaasuu haddana cunsiiyey uma samaa markaasuu wuxuu ku magacaabay cabdallah wa ismu jaddihi sidiiq ridwaanullaahi calayhi ridwaanullaahi calayhi waana magaca abowgihi abubakar radiallahu canhu lanna magacaas buu lahaa abubakar kan waa maanaanays un keliya ama waa kun marka timirtan uu nebiga leeyahay hal ii keeno calaalinta uu calaalinayo dhanxanaga uu saarayo oo saal lagu anqarinayo la siinayo waa sida saxda ah sharciga nabiga sallallahu calayhi wasallam baa sameyn jiray waana gardaadinta saxda ah saas wax loo gardaadiyaa ilmaha cala aqal in haddii maaragta la siin kara timir iyo timir markaa afka loo gelin kari waa sida saxda laakiin shuqulkan inaga aan keenna oo islaantii 40 maalmood bay ka baxday hal la gardaadiyo kadibna dambas iyo malmal isaalimow bahal saamir malik kana ma aqaan iqaar ba abitay u xir jiray markaas banaanka la soo saaraya markaas ay meelaha soo wareegaysa markaas waxa la leeyahay hebel ba gardaari geysi buu noqonayaa fulay buu noqonayaa bakhil buu noqonayaa wax ka jirana malaha ninka ilaahay subxanahu wa ta'ala isaga saa u abuuray marka systemka islaamka u qabaay
وقفك أهله خيرك أه أي سيدة صمين النبي صلى الله عليه وسلم مركب كاب السمين وكناه أبا بكر وهي كنيته أبو بكر نوى كني الله قال لي ثم أمر الصديق أن يؤذن في أذنه فأذن له أبو بكر نوى لك تكا أذن طبعا حديث ما إن هل أدمو والله قرت لكن نصوص تقاركد رنتي آذان كهل ليساي علماء تقاركد بقليل فكان أول شيء دخل في جوف ذلك المولود المحظوظ ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر يا مركة ويلك كان نصيب كبضن إلهي داخل كيس علوشي سأقلي وحا أهد النبي صلى الله عليه وسلم عن دوفتيس وكان أول صوت استقر في أذنه صوت الآذان رفعه الصديق رضي الله عنه أرضاه وحا وهر دقيقة سجلنا عتك وهر أما كلمة وهر ومقلنا وحا هاي صوت الآذان أو أبو بكر الصديق مركا وكأدمي مركا ذو قياس مركا مركا وعمر يا سد حظ حظك يعني عندنا نسيك لو اللي أفر حظ حظك كوات وقت الهجرة على الله يعني بمعنى الهكوجر السحابة دي كو يريرا لبو هدانا نمك يهود دوكا عريسي مسلمين دانا فرحات بورنتي كو كان أما أو كان سدح نبي صلى الله عليه وسلم أي مركة كان سيدة وأنقرني أفر أو بكر باكو أدمي أفر تاس سيهرتو بشارات ميال عبد الله بن الزبير لقاري وقد اجتمع لعبد الله بن الزبير من كرم الحسب ما لم يجتمع إلا القليل إلا للقليل النادر من الناس مركي يتاقنت حقه نصب نمضه يشرفته يليني لقصه جيده كان وقرح ضبضان وحا إلهي يسقط ضري وحقف بين آدمه إن يرى فرقو ترس المويان أني هلين كوبا لنك كان أن 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 دي بقول الله وانا مركة إساق عدة أويا بل سي بيجي سا برسن مع آي ديجي سمحاك القرآن فأبوه أبيه الزبير من عوامه الزبير واك حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب تسجارك أهلي مركة حواري هدان مقشد وضتك من أنصاري إلى الله قال الحواريون قرآن مركو تمامي حواري والصاحب الخاص وقفك أديك جارك كوا كريستيان تيجي مركز الجو يو أن مركز يو قان ديزايبلس لبي يتبنن أو لغة مقعب ديزايبلس أو عيسى عليه السلام جيسوس أن فاروق الجرين بعد جري قرآن كان أتمامي من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله طبعا مركز وجروب لكن هلك كان النبي الحديث أمضوا الباب حواري بين الله حواري هذه الأمة الزبير بن عوام كو أبي مركم حقها وأحد العشرة المبشرين بالجنة طبعا ك جنة اللي بشرين وكبدها كلمة ده مركا أقرن ليس هذا المبشرين المبشرين شيم ككردك المبشرين هدا ده إيه جنة دي بحية مركا إيه ده تقول بشرية مركا شيم كيس ككردك أحد العشرة المبشرين ده ك لو بشرية هو يدي وأمه هو يدي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين أبو بكر بعد الله رضي الله عنهما وجده لأمه أبوي حقه يدي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه خليفة وحكبرا إنه أها وذيك نبته النبي صلى الله عليه وسلم وخالته بريرتي عائشة أم المؤمنين البريئة المبرأة تي ذنب أن قلن بريئة هاي إلهنا بريئة من فوق سبع سماوات وجدته لأبيه أي يدي حقه بهنا صفية بنت عبد المطلب ومحايها صفية وعمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمة أبيه أبيه وحايدة وهي خديجة بنت خويلد سيدة النساء العربي ضمر هدي جيران هوين أبو سيدة طيب سؤال شو دين تلوحيته فهل يسمو على ذلك العز غير عز الإسلامي شرفتا يقولني ماذا نيكا كان ما أردتي لقوت المامي وحكسر ريمية جيرا أنا نهين إسلامك يعني عزي ما أنت يعني أبو عبد الله بن الزبير مركا لغا صوت إسلام أو مسلم أو إسلام نما إلهي هو كرامي مركا لغا صوت تقو وحصودن بوسكو درس دا مركا مركا وانين أصلا كاروكا حلقا سوكسو جيدا فرعا كاروكا حلقا سوكسو جيدا حواشيا كاروكا حلقا سوكسو جيدا نيسا هلا مكما نبت عبد الله بن الزبير في بيت النبوة وحا انتا كاقدرا وقصوا برباره قولي النبي نماذا
وعلى أرض ذلك البيت الطاهر درج وبآدابه سامية تأدب. قول يا سمر ما له عراه نبي هل كافدي أبو بكر هل كافدي حبرتي أسماء مع الحويري أسماء حبرتي محاي هاي إن شاء الله عايشة هي آداب تحصل لنبو ولك مصبر بارا. فقد كان أحب خلق الله إلى خالتي عائشة دق وجعلها حبرتي عائشة بعد الرسول الله، بعد رسول الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد والدها الصديق رضي الله عنه أرضاها مركب ولا صوت تقول يعني استجا آدي الله رنتي وهمد آدي الله وجعل يعني مركب رسول الله صوت تقول أبو بكر مركب الله صوت تقول أحب خلق الله قفك يقول جعش هاي بو أهابا ربائنا عنده عائشة رضي الله عنها. ولما بلغ عبد الله بن الزبير السابع من عمره سوى تدبجره مركو تدبجر السري وتدبصن هذا أبوه أمره أبوه الزبير بن العوام أبي بفرين يعني أمره وحي أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كأدبي وأن يبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. في الرسول كان بيع على القلب وأفرتي قضبك كوب نيد بيع على مركز القلب دقيسي وجانسن حالات يعني هالنقطة حالات هذا وجقة مين يوضو برار سن هالنقطة لا ضر حالات بديار تو إلما تدب الجره بيعنا مصهر حتى صلاة بقهر. فمضى إلى النبي الكريم نبي هذا مرك سوى تدب الجره ومعه عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وحال الصعد عبد الله بن جعفر وكان غلاما صغيرا في مثل سنه سنوى ميت كالوير لابد دي بيوه كوف كوف النبي هذا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين عليه لمبايعته كما كان وكما يفعل كملة الرجال نبي مركو أركي يرك أصاص على صاقف كفايا ربعين النبي بيع على جلان سيدا ذك ووين أبيع بيع هذا وجلان وكلام تبسم سرورا من صنيعهما نبي فرحب لقص لبده العدي ومد يده الكريمة إليهما وبايعهما مركزوا جعنت سائنت وتاجب وبيع على جلان. ألقى المركي تاجن تهاي ولي جها فوضي سن قديم كان يوجي هاي سوى بيع عادي وصعدة هذا ننع يهولك لا لقي شيء ولا جوانك سي لأنه بيع وصعدة. ولذلك المحدثين تروح يدها مركي كهل لأن قارم وطالب علم يقول بالله يا المهير قارب واحد عن شان صنو قارب واحد عن سن التمييز وحلا سكوها فقط عن سن التمييز وقت وكل سوري كان ديسكريشن وكل سوري كرم حاحن حاول سوريا يع كفريس وحكم وقتي عيالك اي حقاً كانت تد بجير انيته معددين قال كد وحي دهن هدي اذا فرق بين البقر والحمار الضو مأرة اللو يضمر بكلا صارو جي ما له وحلق برتو ليش مركة صوت وحي تهيب مركة كان وحا وحصوصان يعني وح الله وحو أركو أدو حصوصان مسكح يسيت وقفان يسا صوت الله هين حديثي معها سحابي يقولها عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وعن حسطا بيو النبي قصاء يقول طفي وعن حسطا بكله وذلك النبي حتى تندب سوء الله بنا تدب جيرنا الحسطا لغيها بها هلك شلو حد كو قد يساب كو أفرفت أدن شيء كده يعني مركة وبيكتر وقفك مركة يكون لغي النبي صلى الله عليه وسلم مركة كان وحور ربا بيعي غما صهرنا وركوان هلوك قويني ما إن أي أن نقطه ولذلك ساعة كور رمضان وليه ظل تاريخ العلاد عبد الله بن الزبير ممتدت به الحياة يذكر هذه البيعة انت وكل انت بعد سكشي كنجر وحسستك مركة وقت مركة مرحلة لا ديال صدمة وانا مرحلة لا تربية دورونت اي بالله بطول لانه كان نقش على الحجر بين القنس او لقى حقوق رأيك عيد مركة بحقوق رأيك دبايش على لك عايسة يروك لكن لقى حقوق رأيك روب هاي ماذا لقى حالة دلين دلال حقا حالة طورو إلا إن عرض الدق ده لقد يجب مويان لا يحسو سوت تاجين والتزم في أمره كله وأمر أولاده بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذاس واجاس بسيدة أي تهاي كميتة وقاها وقاس صبح أولادي سنو فرجل ورواجا بحد القرم بعقال ابنه جل فقد غاب ابنه مرة عن البيت وطال غيابه وحد على مالي ما محكم إذا ويلو دليل أقولي كم غنا وكم غناضي أدن أسور راجي وحبضن بمقنا. فلما عاد قال له مركو صلاه الفجر اين كنت يا بني وهل كنت صوت ده بلو قال وجدت قوما ما رايت افضل منه وحن هل يلصق كل ما يضب وحكى وناس ولي انا لكن لقد كانوا يذكرون الله تعالى ضد كاسوحان جروب الهي حسية فيرغي احدهم ويرعد متكد انتو حناقه بهضنا مركبه
sida onkodka ama gugaca u qaylinaya intay qayliyaan maanta boodboodayaan xataa yuqshaa calayhi min khashati illah markaasuu baqdin ilaahay darteed buu inta la marhaamo oo la suuxo dadba intay ku timaado dhulka ku dhacayaa bir qoladaasaan soo haray qola digrinaysa u tegay faqacadtu macahu nahaari kulla maalinka oo dhan igan la soo jooga buy faqaala markaas wuxuu yidhi wiilkii sula hadlay laa taqcud macahum bacda hadihi lmara yaa bunay maanta kadib بعد هذه المرة يا بني أبدا ولي هلا فريسة إني مكان سكال إسكي إلالي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قوان أركي من رسول كان أسود جوغي يتلو القرآن قرآن كأقرني ويذكر الله تعالى تبارك وتعالى إلهي حسي أطيب الذكر وأعمقه وأصدقه حس كان أقوى ناكسا أقوى رنتي حال دار أقوى رن بضن ورأيت أبا بكر بأن أركي وعمر أن أركي وعثمان أن أركي وعلي بأن أركي يترون القرآن أيوه قرآن كأقرني ويذكرون الله ايضا الهين والحسين فما كان يصيبهم شيء من هذا وحصلا ما سوى قاري جير حبيبة افتظن ان اصحابك هؤلاء اخشع لله من ابي بكر وعمر واحد موديسة كون اضلا ذا حالا نبا بوذي ان كخشوع بني ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بيا دين داما يعني معقول ما ركوع الرب ان يرى هذا لمن بو تقول لك habeenkii iska boodbooday oo iyagu magac diin sheeganaya oo leh ma aragtay waan sida xadro oo kale oo boodbood marka mida xanaaqay mid kala suuxay mid kala suuxay wixina diin baa dadka looga gadhiyo halkan marka dhowr arrimood ba inaan indhaha u furno way tahay dhagaha u furno waa midoo waqti cabdullaahi ibn zubayr halka ka dhowaa waqtigaasaa waxaa jira khuraafaad iyo bidac iyo boodbood ummadda diin loogaga dhigaya taa horta waa mid midda labaad nin kasta ee meel ku suuxay macnaheedu maaha inuu ilaahay xusay ama khashat ullah maxaal qur-aanka nebiga la suuxi jira maynaan maqlin walaa abubakar walaa cumar walaa cuhmaan annaga mayna arkay dad waxaa iska jira marka psycho program iska haysto iska xanuunsan oo waxaa laga yaabaa in dadku ay arkaan yidhaha ninkan waa nin weliya oo meelaha orday waxay in la qabto oo meelaha dadka dhibarka lagu xareeyo oo lasoo daweeye anu markaan yaraan waxaan iska bursan jiray mid allaha mawjuudu dhah wuu ordaa habeenkii anla soo boodboodnaa waan soo orannaa waxaan aaminsanay markii habeenkii aan khushuuc ku jirno markaas dhulku madaxu ku soconaya xabadku ku soconaya inuu ilaahay xuseeyo lakin waa nin iska xanuunsan raxmatullahi calayh wuu xanuunsana dadka marka waadna aragteen hadda kilibyadan inoo sheegaya kilibyada waa aragteen kilib maalmahan la wareegayay xagga iyo pakistan iyo meelaha laga soo duubay waxaad arkaysaa ninba halka kasoo booday markaasu imaamka axmed kaga fariisanaya markaasu kuwa kale ku booday markaasu ooday markaasaa leba khushuuc baahaya qofku wuu xanuunsan yahay qofkanu in la xirxiro meel marka lagu xiro lasoo daway wey marka wuxuu yihi war diinka ilaahay maaha waan caroonayaa iyo furkaan tuuranaya wuu suuxayaa iyo ehebel baa biyo lagu shubay afka xunba ka keenayaa iyo waxaas maaha diin waxaa la dhahaa kii nebiga sal allahu calayh wasalam waxaa kaloo haddana kaaga soo baxay darsigii kale wuxuu yahay cabdullahi ibnu zubayr sida sunnada u yaqaan sunnada sida loo miisaamo adugu marba halbeegaagu ha noqdo ilaahay ma yiri rasuulka maxamed ma sameeye saxaabadu ma sameeye wax haddaanay diin ahayn dadka diin ha uga dhigin marka in la boodboodo diin maaha in la heeseesay diin maaha in durbaan la garaacay diin maaha dadkii xataa culummada ahaa dadkan waxa u sameeyey inay mashquuliyaan unbay rabeen laakiin waxaanu diin maaha qofkan wuu fahamsan yahay marka shuqulkii muuse saamiri wey muuse saamiri waagiis isaga waxaan sameeyey boodboodkagan hadda arkaysa asal ahaan markii bib taariikhda aad u raadcaysid waxaa kuu soo baxay shuqul muuse saamir una shuqul yahuudu asal ahaan diinta ilaahay asal kuma leh taa waa muhiim waxaa kaloo haddana meesha ka qaadanaysaa nuqta tarbawiya cabdullahi ibnu zubayr wiilkiisa ula socda aabba halkee kusoo raagtay halkee jirtay maxaa ku dambaysay waa inaad weydiisid wa fii nafsi lwaqtina in la saxo waxaa kaloo ka qaadanaysa nuqta tarbawiya oo qaladkan uu galay u arkay markiiba kuma ciqaabin laakiin digniin buu siiyey wiilkana waxaan rajaynayna in marka ka qaatay ilmuhim وكما نشي عبد الله بن الزبير على الصلاح والتقوى سيدا وصو بربارو لو وصو برباري توصنانتا إلا كعبسيا فقد نشي على الفروسية ومارسة الحروب منذ نعومة أطفاله سيدا أوبا لو وصو برباري إلا كعبسي أيا وحا لو برباري إنو نقضو نين يسوغو دقاليهانا فردفول كيقان دقالة دقالة مالينكو يرابا رنتي لو وصو أنقري إلا وهكا وكسو قرقاري يعني صالح كليا ما أهين وحو كلاؤها نن وحو أها شجاعة وقيسية وكان أبوه يحرس أشد الحرص قال كا إسكا سحمركا وكرلقا
وكان أبوه يحرص أشد الحرص على أن يشيده الغزوات أبيه وحو جعل الحواري إنه مر بالدجالة وجوه وأن يأخذه معه إلى البلاد النائية ليحضر المعارك ما لفك فك والدجال وكجر أنتو كحي حوله جري هلك كان كدجال يعني الدجالة ذا جوب جوب نقض ويشهد الفتوح ومركه وجوب جوب وكان نقضه فتوحات كمسلمين إلى إيمانيا وحرم إنه تربيه وخصه بجواد من عتاق الخيل وهو سجارة أسيه فرس أو نوع أو وناكسن معرفة فردها عادية طول رياء واستأجر له قيما يرعاه وهو أدياري قف أرنكيسا كوك وماء سجارة أدريال أو شقالوة فأتيح له أن يشهد أعظم معركة في تاريخ الإسلام عن كثب إلهي مركب وحو أسور تقليب إنه جوب جوب وكان نقضه دقال كي يقولنا في تاريخ الإسلام صومري او اسوغ جوب جوج اندي سوخا اركيان انو مركا هلكا وجوج وان يرى الجروش الجيوش الجراره في الكر والفر وان يصحبها في هذه في وان يصحبها في الهزيمه والنصر فغدا مسعر حرب كما كان عبد ليل وهو الهي اقدر مركا انو اندهيسا صاح او ايغو عيد مدا مسلمين تو دغالمي ومرنا هره اوردي مرنا غدال اسو اوردي مرنا لا جبيني مرنا قول سو هي مركو وحو نوقدي نين دجال دجالاتنا رنتي بطل كيدو نقضي هل يجي دجال نو نقضي سيدو عابد الليل نوها مركو هلكي نيكي قري كتاب اللي هو عابد قروح ضبطنا سد احد المجلدات واولها رهبان الليل فرسان النهار مالين كان وضد دجال لما الى سبحانه وتعالى وديس كجر هبين كنا مركا سدول سدوله يرخي هبين مركا يرخي سدوله نا دوحي هاين الى سبحانه وتعالى مركا عبده هذا هل كان حكاك على نسا تربية بالمصاحبة كان يرى مكا مساعد يسوك كحيسي دو جمعها مال وكفر يستو وعيدها أتكين تيد أو هل كان بقران لغو أقرنا يا هل كان بمتمر كجرا رونتي وكجرا يعني سامين بكوية على نسا إذا ما مهم يعني أبيه وكحين جرا مالهاس وحي هيد إنه كجب بقض فلار هذه ورن هذه إنه كجر وكل عب لكن وحي كجب مهم سانين كانوا حنو قندون واسد ما أنت dadku marada ah iyo muluugta boqoradu ilmahooda ay yeelaan si marka booskan uu dego oo boqortooyadii aanay u zuulin oo imaaradii aanay u zuulin waxaa loo tababaraa tababar aad u sarreeya macallimiintoodu waa kuwa la duwan yihiin kuwa kale waxaa loo dhigaa curriculumkoodu ka duwan yahay idan xawaari hadhihi al-umma wiilkiisa tarbiyada si marka si marka Cabdullaahi ibn Zubayr nasab iyo marka laga soo tago iyo sharafta iyo marka laga soo tagana haddana nin la diyaariyay buu ahaa yani macna sidii culus buu marka wataa كان جرجير ملك الأعداء وقائد جيشهم يستقر في وسط عسكره راكبا برذونه الأشهب هذا عظيم نيكي اللي قمك عابي جرجير أما جرجير أو أها بغركي عذوة أهانا هجاميه وتي عذوغاس إساقو تاغن وسط عسكري إذن كبرتنك إساقو تاغن راكبا برذونه الأشهب إسلام كان فوشن فرس يروي بردون كو أمركو يري هاي أنو وينين أو يسكي يري هاي ميدا بكون ويها ميدا سوكو جرا عداني مدو سوكو جرا جري حيقين سوكو صارا وانو عوو قروح ببضا وكانت معه جاريتان تظلان حمال إنا بوذي أم لين يا صمع أحلام بوذي صح ها هل كان ما كان بوذي لم يتأخر عبد الله بن الزبير عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير ولي كما هارين غزو النبي قال منذ غدا اهلا لحمل السلاح لقب الله مالين كأو اهل النقض ان هب قاده وكان له في كل معركه خاضها المجاهدون اثرا يذكر فيشكر دقال والب المجاهدين تاي قالان راد لا تابان كرو او لا شيغو او حسيد مدن ان لوغا ما حد نقنا مدن بورنتي كاجي تجي من ذلك وحا كميده مره وكان تاك سو بول ان خليفه المسلمين عثمان بن عفان وحد عضي ملك عثمان بن عفان وقتيس اللي رضي الله عنه أرضاه أذن لواليه على مصر بغزو إفريقية عثمان بن عفان بقى وحيري بقى سابق الله اللي وحيري وحان ربا وانا كان جوغة مصر وحيري دقال وحات قادان ماشي أفريكا أحد يعني أفريكا طبعا مركا كان واحد الله سعوده ما هين سيستم إمبراليزم ما هين لول بلارسي لو مسعون إكسبانشن لو مسعون sida westernku u dhaqmay laakiin waxa loo socday qaswiga waxa laga wada dadkan in diinta loo sheego ina kalmadda qaswu waa loo tagayaa
إلهي بل لو يري رسولك سهدي يلان دقال مجره وإخوان متحابين لكن هدي ديدان عابين إيه كيانان ودقال باللابان أمبا وهوش باللابان أسلا تكين تكور يسمى حلقة أفريقيا كشقل كلبي. فمضى الجيش الغازي إلى غايته إذا كلا الدري هل كي لا دري بي آدين. لكن ما لبث أن انقطع الأخبار عن الخليفة فأهمه أمر ذلك الجيش وأغمه إذا كلا الدري إلا يري إسلامر كان أبان دولها اللغير لغي بارا ساكي مصر جوغي عثمان بن عفان وهول قليل ويقول هل كشقت هل كأشقت تقع وهل كان دقال يو فتور حد كم باللابا وركودي بول الوالي أخبرتي ولا تي مرك واحد كان عثمان بن عفان وقادو جو الولو إيه أنت هكوك قدام بيا ديارة هو ده الجشع ولي جرمنا على واحد لو كان ديجانين أو إلى الآن لا يا هيو كلام مرك النقط وأدي بكيل مرك واحد زي ردتك آوي فسيلتي كمان تل سكور يسنج كان مرك مجري مال أي لوك ديجان بالوالي لكنه ما لبث فبعث عبد الله بن الزبير على رأس جماعة من فرسان المسلمين مركي بوحو الدري عبد الله بن الزبير بالله الدري وهو قامي الله قاعد بيجي كوح مسلمين تكمله أو قليها فردولي ذا لإمداد الجيش ومواافاة أخباري ومواافاتي بأخباري إذا كان وحد نقطة مدد أو تاكولاي أو أجر مدد ومد وجرمد وإمدادك لبا ومواافاتي بأخباري أخبارتي إن لك كانوا جرمد إن النقطان وحدي وجر النقص إذا كان لو جرمد وعمل طلبان نوح هاي رجي للدري محي يكون مشغول سين عبد الله بن زبير مر للدري مركز نين كان مركو أنين فروسي التقى عبد الله بن زبير بالجيش الغازي واطلع على أحواله وحو الصعضبة هل كي لا أباري بوتقي إذن كي بو أخبارتو دي رنتي آديات وحكسري ومعركتي ووريستي فوجد أن قائده كان يقاتل المشركين من الصباح إلى الظهر في كل يوم وحو صبح دي ريبوت كي أوريني إن عيدا كان للدري أي دقال قلي جرين ما لم البابا الصبح إلا قلبت في كل يوم ما لم دقال بكل جنة يغرن أنك الحارين ثم يركن جيشه وجيشهم إلى الراحة من قسوة الجو شدة الحر لا بدأ عيدا عيدا كمسلمين تدقال كالقلي يقول هذا يوارك الوهي عدو واحد لا بدأ مركي الصبح إلا ظهر كلا يسقرعه يقول هذا بدأ المال لا بدأ عيساقه لشغ إلا الجو قادي ضد الراح كله في رمضان بيجيره لبعض القلاوة إد مركب حسور رجعنا يسمى مركب ملا هل كان سالف في سنجر لكن دجال كوب باللبن يا صبح عرولتي وعنا سعنا إلا دورك عبد الله مزوير راح أوصل بعد مركب كارتدا إذا كان الدراء يكون شقين يعني يكون دجال جليان كارتدا نوع ما خلدان إنه يتهاي ومدو وحي راجين كارتا جوشي الجف اللي قلنا إنه يسوه يا ومد الله بعضه تقدقاق من التري اللي الربي إنه سيد دق دق قدر ما ظن ودران يا ومد سد حاضر ودالي مد أفراد إن كل جواب بغنت إن مركب وصل بعد فما أسرع أن أشار عليه بأن يقسم الجيش إلى قسمين مركي وطن وحصاب بحيسة إنه نين ملتري ديار سن إنه أها إلى أنتي سي الوصول برباري وحيل هذا هو ثلاثة اللي جيسوا إلى بندولو إذن كالله قيبي قسم يحارب نصف النهار الأول قيبنا وحيد دقال قليان أما إذن كقيب كميده أما هورين كميده وحي الدجال جلس الصبح إلى يدهر وقسم يحارب نصف الثاني أو نصف النهار الثاني قيمنا جلين كذنب الدجال كجلي لا بكبي وعيدنا قال كه يسكو معركتي يسكو جبين يقع ذنبا أنا وقتنا هكلم مني إيه لا بإنت أدق قيوس كونا أرورتي هرح جل كونا جبل كذنب حق جل أما ما قيبت الذنب فيتبادل الفريقان الراحة ويستمر القتال مركو حد عيسى كود دا ساكي صار دجال لما إني قلبت إسكان نسان كران كوي ساكي هردينا إني هذا أي مكان بيحي كران لبضا قعودنا دقال كينا مكالي إستاقين مكال الله إياه ومد الله بعضه عيدا كان واحد نسلين وقلين كهرو نسانا شفتي كهر شفتي كن دقال بقليا كي نسان شده كو جيري تسانا دقال وهكذا دوالي إنت مركو جيري وبذلك لا يعطي العدو الفرصة لالتقاط أنفاسه لكن عدو إيوه سيدي وحيكو شقيين جدول كي هراء هل شفتي بعض الشقيين سبح إلا ظهر كي مركو حيري تاوحي كينيسا عيدا كي انو بالنفس وايو ونفاس وايو مالو دقاقة وايو ومعرفة اي اكسجين تكون دكتو اي هل كاسا دي كرتا فصر قائد الجيش بالخطة المقترحة هجاميه عيدا كوتي اد بحو فرح كارتضا او سوهن دي سي عبد الله بن الزبير
وامر بالتنفيذ في هذا ان فولين وكوه القلم مر وتخلى عن القياده لعبد الله بن الزبير طائعا مختارا وكان كان وحو غانت وقال عبد الله بن الزبير لا قبل ما انت اذان كان دنبي وانا كنت دورته هرو وصعب عبد الله بن الزبير بلا وري مر ما مر. اقتتل الجيشان في اليوم التالي كما كان يقتتلان كل يوم اذا كان مركه مالك كالي ايه هوغانكو اوغو سووري عبد الله بن الزبير waxay u dagaal galeen sidii kaartadii ay ku dagaalami jireen oo ah طبعا subaxii ilaa dhuhurkii falamma haana waqtu dhuhur waqti dhuhur markii la soo gaaray sarac al a'daa yansarifuna ala aadatihim lan qalada kale maxay ogaayeen in hal gelin wala dagaalama sooma markii wa sidii caadadooda ahayd halkoodii bay markaa iska qaylooshay aadeen oo iska seexdeen way nasanay waxay isna qalada kale wadan nasanaysa فما راعهم إلا أن فوجئوا بالمسلمين وهم يواصلون القتال بجيش مشبوب القوة مشحوذ العزيمة موفور النشاط مركي بضدك وحا كذيب أيضا ورأة أو مسلمين لكن مركة كان ماها كوي ساكت دقال كوي جرؤه وكو مشبوب القوة أبودو أد رنتي أي أدرنتها مشحوذ العزيمة عزيمة دون إيقوان كودون ويهمت رنتي أد أدرن ومصرين موفور النشاط أود يو ما أركتي تاكنا له ونشاط الكجر ما بقى هاي اللي جي ساكت دقال ما أيضا سايات ساكت دقال ما سيدان ما أردي كرم ودالين لا بقى كجر وحبا كجر فدب في قلوبهم الذعر أيضا كمركب حكوي مد سايين أرجع حبا صوغر بانيك بقى كل وحل في صفوف من الخلل مركب سكال الدهتين وبدت عليهم بوادر الهزيمة مركب جبا كوي مد عند ذلك رأى ابن الزبير الفرصة صانحة عند رأى ابن الزبير الفرصة صانحة أبو إلى أن يكون كيف إليس مع حروبتي وسوى ير لجينجر الفرصة صانحة إن يتوقف الفرصة بقوس بعد عنده فرصة محيطة مركو أرك أيضا كي إنه خلق الأوجالي ويرى وضدك ضدك يا ماها ببدالا يعني أنا فهم سنين كارتا أنا قلت لك الله ما يعصب أه أيضا كي لو أنت اللي أكل الجبيل لو شفت لك على دقي لقاك على دقي يعني فهم سنين بيقول فاختار ثلاثة من رجاله الأشداء صدح لنا حق بضم بلص يسو دايب كان يسو صار صدح لنا الله صوص صار وقال له مركز الله الوحيد صونوا ظهري وسترون ما أنا بفعل إنه قدال وني قد تاكنان قدال يعني لقاء إيمان إلا أن قدال حلقاء من مركبة لو سوى ذاك تقال وتمل قدال وني يستاقى لكن إذا كأرك الدنوحة وحصل مية بالأرك روس مية مركب halkan markaa halkii markay aanu booday kana dirjir malik al adaa halka markaa waxa jooga nin dirjir lagu magacaabo oo ah boqorka ciidan kan ay muslimiinta ishaayaan boqorkoodi wa qaid jayshi wana aban duulaha dagaalka ee dagaal geliyo qolada marka ninkan yastaqir fi wasat askari wuxuu dhex taagan yahay ciidanka bartankiisa raakiban barzunahu al ashhab faraski yara midabka cadaanka ee madawga lehna uu dul saaray faras qurux badan weey waxa kale oo uu kibir dirti ومعه وكانت معه جاريتان تظلان عليه بريش الطواويس waxa la socda laba hablood oo marka saa ugu hareynaya baalkan shimbirkan taawuska leeyahay oo boqorka lagu sheego riishkiisa baalashiisa saa marka ugu babinayaan faqala abdullah ibn zubayr lirijali alladhina ikhtarahum abdullah markii uu ku sii dhawaaday wuxuu la hadlay رجي سد حذاها ويقول إني ماض إليه أنا كل ما دقائق نين كاسا كصعدة فتبعوني إذن كان يصعد الرجال ورد عني كيد من يعترضني هذا بسارتان قف سكت ضيئ بجهري ماذا يقبت ثم مضى نحو جرجير رابض الجيش مركز سكح باري نينكي بقر كها جرجير كودي استجو رنتي رابض الجيش محل جوضة قوي الإرادة إرادة ديس يدونستيسو نين واقصني أنا هاي هلك أحبار ثابت العزم قام ملكيار ودير سين رصين الخطى وأنا بقنين أني كنت جرنو رصين الخطى محي تلاتي سو حتى نين قف مركو بقاني وارد تسام تصيف يعني ما بيك ما بيلو جلع سنة لكن إساقا نين ثابت دوي هلك أسعد ويقيم وجعل يشق الصفوف بكلتا يديه في هدوء مركز صدق ساو الحمري ويسجد دوي قعميه سا سو هادئ هلك أسجد وعياء كم هلك أسجد وعياء وماشي دهان مارت بوش ذا واي ثرو ذا البو ام ثرو ذا واي او مارت البو واستعمال مركه دهان وكلو فظنه القوم رسولا جاء من لدن المسلمين للمفاوضه دتك مركه عاد ماشي جوجي
Soomaa inay ninkan dhiciyaan iyo warran istaag halkay ku socotaan boqorkeena ku socotaa inay dhahaan Soomaa waxay yidhaahdeen ninkan muslimiinta soo dirsaday wuxuu u socdaa waan waan in maadaama ciidanku ay kala dhici waan inta dagaal la isku waday inuu xoogaa heshiis wuxuu saxay iska daayo way soo daayo falamma gada fi wasat almacraka fi wasat alcaskar ciidanka markuu bartanka istaago halkii uu taagnaa boqorkee carafa almaliku qasdaha boqorku ilaa isagu laftirkiisa dabaal maahay nin dagaal galu ahaaye wuu gartay waxa cabdullaahi ibnu zubayr uu socda wa khashiya batsha markaas yaa allah ilaa gacanba kugu dhigay baqdin baa soo gashay fawalla haari markaas waxa wax ka dayay fagax فأدركه عبد الله بن الزبير بعد كده بتجي مركب وطعنه طعنة طرحته أرضا مركزه هو يدي وكسي داي ورن كي مركزه اسنا لور كي دعاي ثم أكب فوقه مركزه دوشة كفر يستعد انت كي مهاري وأجهز عليه مركزه لما يستري واحتز رأسه مدح صوف قصدي ونصب فوق رمحه مركزه مدح يسوي سيدة ورن كي ساوي سوق جليه ثم رفع صوته بالتكبير الله أكبر بكروي فكبر المسلمون اللي تكبر المسلمين هم الله أكبر يدان مر هدي تعال كنا هدي أطاره اللي دي فيني كورنا ما هذا سما هدي اللي له منك بقر كأه أم هجامية خلاص عيدنا كداي فهزت الحمية نفوس المسلمين مرك مسلمين مركي ومرك حمية دي بقول بالله وتعالى ودب الذعر في قلوب المشركين مشركين تنبقلين بقوتهم فولوا الأدبار عجيب حكى داي المرك عيدنا كدقال كلايبة نقول بقول بسؤال ومنحوا ظهورهم لابن الزبير يو دبر كسو حجني ابن الزبير وجنده المقاتلين في سبيله ايضا كان ايضا كي مركه ساسا لو قعد كذا عبد الله بن الزبير مركه هذه البطوله تجسد لنا حقيقه واحده وحين وعد دين سامد واه ان نك كان فروسيه اي بطوله دا اي دغال غلكه اي سيده دد ليسغ دحي يرانتي انه كسو بربارا موقته تكتيكا مركي ماشي لا يمدو او عيدنك مركي انتو لبا قيبود كدي لبا شفت قيبي او oo ciidanka markii talooyin uu bixiyo oo markii geesinimana hadda oo baqdin aanay ku jirin any time baa la asiibi karay dib wax ka saa ku iman karay laakiin uma joojin waxay muujinaysaa in kan batooladiisa walaqad akram Allah Abdullah ibn Zubayr fa hadhiya fawqa mazayahu kulliha bi sumu at-taqwa wa tuhri as-salah waxaas waxa u dheeraa u dhan intan adduunyoon baa hayde waxa u dheeraa mazayaadkaas ilaahay uu siiyay oo dadku uu kaga duuna taqwa الله كعبس بضان وطهر الصلاح يصوم إمارته صوبانان طاهرة ونظيفة حيث عاش قواما لليل صواما للنهار هبين كان صلاة بوتاقين ما لين كان وسومية معلق القلب ببيوت الله ببيوت الله قلب جيسان وحساء وحرين جيت قل إلهي يعني مروا المساجد كلا قموا هيجير ما لين كان وسومية هبين كان صلاة الليل مركب دقاء الله بحنا ما لين كان جيسي نمحو إلى سيدة أبو كدي فكان الناس يدعون حمامة المسجد ذلك وحي ويري جرين حمامة المسجد شمبركي مساجد يعني شمبرتي مساجدك يعني شمبرو سو ما نقول كمان دكتان سيدة مسجدك هو أها وكري مرق وسو عرو أي بول أون نقضي سيدة شمبرته أي مالها أي دول استاكت أي بول وغير دكتو بمسجد بول وغير دكتو فقد عرف عنه وقد عرف عنه أنه جعل ليالي عمره ثلاثا وحال لغسو حكتا ويدك كل يقينين عمر جيس ونسدح وقيبي يعني هبينك سدح وقيبي قليلة أما فليلة يقضيها وهو قائم وصلي حتى الصباح انتو النولا هبين ندي صامر سدح هبين بو قيبي هبيننا وحواه وقبر يا يسقو التاجر وليلة يقضيها وهو راكع حتى الصباح هبيننا وحواه وقبر يا يسقو الركوع صل وليلة يقضيها وهو ساجد حتى الصباح أيضا habeenna wuxuu ugu bariyaa isagoo sujuusan habeenka caawa habeenka rukuucda caawa habeenka taagnaanta caawa habeenka sujuuda saasuu ka dhigay nolosheysi walaqad kaada lahum mawaqif walaqad kaana lahum mawaqif de tahuzzu afidat almuslimin hazzan wa tuthiru fi qulubihim kawamin aliman wuxuu lahaa mawaqif runti dadka muslimiinta qulubtooda iimaanka aad iyo aad ugu bixisay oo runti aad iyo aad u taabatay min dalik waxaa kamida ما رواه محمد بن عبد الله الثقفي باي نوري قال وحي خرج علينا عبد الله بن الزبير بن صبح يوم الترويه وما نك سديدات اي حجك منى اي ددكو اي انت سبرار الانصدان اي اذيان وما يوم الترويه ما انت عكنانته لو بخي ما هي حتى ماشي تكتب منى يعرف بيا كاي هري حتى اسكدا يكون يلعب لهاي كو مركه قبو جيد هليسا او نافورات له
marka maalinka yowmu tarwiya loo bixiyo, maalinkaas uu noo soo baxay, wuxuu muxrim wuuna ixraamana. Falabba, markaasuu yidhi talbiyadii buu aqriyay, labayk allahuma labayk, ma samictu biaxsani minha walaa bimithliha qad, weligeyna ma maqlin buu yidhi talbiya saa ka wanaagsan oo xadka habka uu yidhi mid lamidana maarka. Uma xamida allaha awfar alxamd, ilaahay buu sida si buuxda ugu mahad celiyay, waathnaa calayhi أجزل الثناء سوى نكسن إله بو أمانة. ثم قال مركز شوية كلمة دي وطن، أما بعد ضضوا فإنكم قد جئتم من آفاق شتى، ضضوا ملف فوق ملك الدوان وفوق بعد كتي معدن وفودا إلى الله عز وجل إذنكم إلهي مرتوى، فحق على الله أن يكرم وفده إلهينا، وحق بو إساقات لغي إن كرامي أو شرفه مرتديس قفك ما يشان كتك يا عمراء هذا أم حج هذا إلهي بمرتي وياي سيدي أنا بني آدم ومرتي أنا أنو ضيعين ومرتي سوري والله المثل على إلهي سبحانه وتعالى مركب مرتي ونقد سكور إلهي مركب ما ضيعي يعني هدية أقوى ما محد دعاء هذا إلا أجيب هدية أقوى إن دم بيجا قال الله هدية أقوى الله فرمرا أنا صلى الله عليه فمن جاء منكم يضو ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب هذا وضضو قف كينيك إذا كم إذا آيميد السوء إلهي وحكر هذين هذا أقعد قفكي إلهي وحكي الرأس ذاي مهم قوبه يسوق فرمرا ما لابطه وصدقوا قولكم بالفعل أوراه ديننا وحكروا ما يسانفل فإن ملاك القول العمل قول يعني ملاك القول العمل سيداد أكتهين با وحا ملاك ملاك قول كهننكر وعمل عمل هذا الله إيمان ترك شيقون بعدها والنية النية نية نوع دينكو أغه فإن الأعمال بالنيات محل عماش النية ده أي مركة أي كتوستا والله الله في أيامكم هذه ما المهنا هدأ تكجرتان ولله وقربق فإنها أيام تغفر فيها الذنوب وما المدن بيد الله فيه. ثم لبى ولبى الناس بتلبيتي مرك لبيك اللهم لبيك دتكون ورعان فما رأيت يوما قط أكثر باكر من ذلك اليوم ما لن كاسو كلا ما نن أركين بيري دتكو انت أويان يعني ما لن دتكو ساو أويان وكلمة صومالي يعني كلمة دي سوحيت كلمة ضد كتابة وبعد انت كذب. فلقد ظل عبد الله بن الزبير طوال عمره يناضل عما كان يعتقد عنه انه حق انت اون وراء ضن نوحو اها انا مجاملين افقباسي ما اقون منافقنا ما اقون وحو اميسي يعني شاكتو اها وحق اركان اني مكا اقعو اها حتى قتل عند الكعبة المعظمة بحجر من منجنيق الحجاج بن يوسف الثقفي إلا مركز دم اللي ديلي كعبض يسو كل جن ماشي كل جرة من جنيق وح واجي سيد بس زوكه كلاها لوصل طور وحجاج وصل طور هلك سال وديلي فلما سقط سريعا مركو هلك كل عاي ولا ديلي كبر الحجاج وجنوده إلا إني من وصور الرئيس وما حجاج بن يوسف الثقفي يعيد كيس الله أكبر إيوه كفر حسن عبد الله بن زبير اللي ديلو فسمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بعوض مغلى مركز تكبيرهم لمن كان الله أكبر له فقال مركز والله كلمة مركز يبا إن الذين كبروا عند ولادتي عبد الله بن الزبير قال ذي الله أكبر تري مالك لدلي أكثر وأبر من الذين كبروا عند موتي كواسع كبضا كان الدين في عم بير كوان إسكدا إن ير أردت إن ير روح عن تا نري وحير إن حوجا الرعيم فرت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه هذا الصحابي الجليل وتاريخ زواتان هذا كسر شكلنا يعدوا أها يروحوا أهابا وحا مهمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتي وحبضان يزبدلين جاء عندك أبو بكر رضي الله عنه عمر عثمان علي ولا سوس سعود عمر عبد العزيز ولا سوس سعود المهم وحال سوق قاري وقت الضمب الفتوحات كيسي بطين وحتي معاوية ويمد وحتي وعبد الله بن زوير وكله لحذي إنه لما بايعوضه واتي معاوية ولقطة أصاري واتو كيالي ويرواي هاي لكن معاوية مركو ماشا كبحي طبعا ويل كيسا ماشي يمت يزيد من معاوية هلكا وهلكا عبد الله بن الزبير وكبو ذي ويل أنو ديار مي إنا كل ما بايعوضه واتو ديني إساقو عبد الله بن الزبير مقالو ينكا دنبا أي بيعالة سيسي يعني مركي لديدي نمانكي راب بني أمية حق أردن إيشان جوغي نواحي باللابين إن عبد الله بن الزبير أي عدو تنما أقاضا
cabdullahi ibn zubayr markaa halkaa isagana bayac uu ka helay, magaalooyin fara badan baa la saftay, yaziidna qolooyin baa la saftay. Halkaa marka laba gruub baa la noqday. cabdullahi ibn zubayr sida taariikhiyan in la xusaa mudan waxa weeye waa alkhaliifatu taasic, ninku magacaabay isaga wey khilaafadiisuna inay socotay 9 sano. Muddada intay jirtana waa marka qalaanqal fara badan siyaasadeed iyo qas fara badan siyaasadeed baa marka jiray. Halkaa dagaal ka socdo nimankii reer Bani Umayna aad bay ugu shideen, intii bini aadan la dhibi karay dhibaan. Isna nin wuxuu ahaa aan jixin jixin oo ma aragtay soo taagan qawaan lilxaqi mowqifkiisa aan ka laaban. Yaziid bin runtii gaashaanku duru wuxuu yidhi waxaan kulama bayacoonay markaa mar. Maxaa yeelay wuxuu arkayay cabdullahi ibn zubayr khilaafada dadka qofku waa la doortaa, alxilu alcabd baa faris waa la doortaa isaga, laakiin wiilkiigan ku wareejiyey shuqulka hadda jiro kale macquul maaha, shuqul cuntami kara maaha, bahashu inay boqortooyo isku rogta maaha. Laakiin way dhacday. Yaziidna runtii taariikhda maran waxyaabaha qaarkeed iyadoo inaan sidii rabay uga bogan karin inaan wuxuun tilmaano ilaa taariikhdaas way waxay u baahan tahay in si gaara loo dul istaago. Almuhim, ninkan marka reer Bani Umaya waxay xoogga ay saareen ay quwad siiyeen ninkii Marwaal ibn Xakam oo laga soo eriyey Almadiina Munawara, kadibna waati cabdullahi ibn Zubayr halka uu soo istaagay. Ilmuhim, ciidanka wuxuu soo wadaba daqiiqadii ugu dambeysay. Cabdullahi ibn Zubayr marka wuxuu sameeyey beytkii ilaahay buu galaba, halkaas wuxuu yidhi anigu calcaad bilbeyt baana ilaahay beytkiisa magangelaya. Waxayd marka beytkii markuu meesha uu isaga dhagay uu kacbadii uu galay bay weerar ku bilaabeen. Waa tan ulaha ruuxi wa dadka hadda waafeenay kadaa habeen iyo maalin marka waa bahasha saasaa lagu soo qufay. Ilmi meesha wuxuu ku jiro oo daqiiqadii ugu dambeysay xataa qoladii nimankii 200 oo wuxuu haystay yani dad aad iyo aad u tiro badan oo ciidana waardiyey, kuwiina markuu arkay qaarkood inay Cuthmaan ibn Cafaan wax ka sheegayaan wiil warkale yaa bax wax iskuma sheegan, xataa labadii wiil uu dhalay ugu dambeeyay inay ka tageen nawala tilmaama fi taariikh wala tilmaama. Cabdullahi ibn Zubayr geesinimis waxay gaartay maalinkii Cuthmaan ibn Cafaan la soo wararay, 4 geesood laga soo qabtay, waa ninkii keliya ee dagaalka difaac Cuthmaan ibn Cafaan usoo istaagay buu ku jiray. Cuthmaan ibn isaga yiri brigada dagaal ma gelayo, laakiin nin xajaaj la dhaho oo uu leeyahay axad alashkhaas uu leeyahay umadaha kale haddii ay dembi walba ay la yimaadaan ummatu maxamed xajaaj dembigiisa keliya ay la tagta kiisa kiisa ka badanay bay bidhihi jir nin sahla markaa aman. Xajaaj bin Yuusuf baa markii manjaniiq la soo aaday, manjaniiq waa sida baasuuko kale Jabal Abu Qubays oo xaramka hadda meesha hoteelada laga dhigay, maaragtay meeshii Nabiyulaahi maaragtay Nabi Ibraahim istaag la yiri ah, jabalkaasuu istaagay, halkaasuu kasoo tuuray cabdullahi ibn Zubayr. Marka waa tan la dilay daqiiqadii ugu dambeeyay intaan la dilin kor, waa tii hooyadii uu la faraystay Asma, arrinta buu u sheegay in xaqa uu ku taagan yahay. Iyadana ay tiri waxaan ku taagan tahay hadday xaq tahay meelna uga dhaqaaqan cidda u joojisa markaa malaha. Wuu ogaa in la dilayo, wuu macsalaameeyey, halkaasuu marka ku shahiiday cabdullahi ibn Zubayr. Xajaaj ibn Yuusuf nin cusub buu ahaa, nin sahlan maahay, nin markii khatiiba oo qur-aankana aan gafin buu ahaa, markuu khudbadayn inaan dadka qabsado ahaa, markuu soo istaago waa ninkii yani dadka markii uu dareemo wax surka ka wada gooyay, nin sahlan markaa maahay. Dadkana aad baa looga kaadin jiray, aad baa looga baqi jiray, nin sahlan maahay. Xajaaj ibn Yuusuf mar maalmaha ka mid ah meel buu wuxuu iska aaday meel tuulaha yani miyi meel kamid ayuu aaday. Kadib nin buu meesha kula kulmay, ninkii wuxuu yidhi meesha maxaa ku keenay, wuxuu yidhi magaalada Cabdullaahi Xajaaj marka xoogaa uu isqariyay lama muuqdo, wuxuu meeshaas Xajaaj baan kaga soo tagay. Xajaaj muxuu ah? Waa nin xun, waa nin tuuga, waa nin yacba, waa nin axalla wixii uu sheegi karo umiisa. In yar kadib markii uu waxa ka dhageystay ninkan nin seefta ay kasoo horeysa wey buu isu muujiyay xajaaj kaasheegiiso aniga wey ninka talaa ku cadaad soo mugd. Markaas yiri okay masaasa aniga ma itaqaan biir. Markaas yiri may anigu nin waalan baana biir anigu waan waalan biir suu ku badbaadi lahaa intaa. Marka xajaaj bin sinisaa lagaga baqu ahaa taariikhdan uu lahaa isagaana dilay cabdullaahi ibnu zubayr walaalika markii saciid ibn jubayrna وتابعي وينان اسغا ديري سعيد بن جبير وخل شق بن قصير با تابع يعني سعيد وان يعني نصيب بدن شق بو كبدل جبير وا ميد كبن قصير بو كبدل يعني ضد بدن ولاين سهله مركا ما اهين لكن اسكو صدد وان امام الذهبي مركو كهله نينكا كان
إمام الذهبي waa kitaab looga hadla الرجال wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu leeyahay waa nin مسلم لكن فاسق buu ku tilmaamayaa لا شك محايا ديجا ديجا وسهلنا تاريخ سوى تاريخ دار ويقول له هنا بالله التوفيق.